السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجع عليكم اليوم في فيديو جديد, فيديو حق لعبه كول اوف دراجونز. في المقطع ان شاء الله راح نستعرض تحديث اغنيه الصيف 1.0.16. مرحبا سيد النبيل. يفيد اخر اعلام من غرفه التجاره بان اصدار 1.0.16 اغنيه الصيف سيصدر في 25/5, يعني تقريبا بعد يومين من تسجيل هاي المقطع. وطبعا يقول لك الخوادم راح توقف لمده ساعتين ونص. نتذكر لعبة Rise of Kingdoms كانت توقف 3 ساعات, فيعني ممكن لأن هي جديدة حاليا. شو راح يكون موجود؟ صح أنا نزلت عن هاي المقطع بس كان مجرد صور, لو هو شخص يسأل والشخص الثاني يجاوب, له حوار مع مطورين أتوقع. القسم الأول من هاي التحديث حدث عطلة أغنية الصيف. قصف الصيف, اهزم الأرواح المظلمة واسترجع البضائع المسروقة لإنقاذ فصل الصيف. رقم 2, مهام المسابقة, حان وقت اختيار معلوماتك عن التماريس. طبعا هي راح تكون اختبار اللي هو تختار بينهم, يعني مثلا السؤال تختار من الأسئلة. محاكمة النور, تبر حدورك واثبت قوتك بهزيمة الأعداء بأسرع ما يمكن واربح مكافآت. هي راح تكون عن طريق السرعة, حدث عن طريق السرعة. لحد الحين ما نعرف شنو الأحداث بالضبط لأن لعبتها جديدة, أحداثها جديدة, فقاعدين نستعرضها والصعب تشرح عن شيء ما جربته من قبل, او على الاقل ما ندري صراحه النظام شلون راح يكون. هل راح يكون نفس رايس او راح يكون بشكل مختلف. رقم 2, هو اللي على الكلام الكلي في هاي التحديث, الموسم الجديد وتجارب جديده. رقم 1, هاي القسم الثاني طبعا. رقم 1, استمتع بمحتوى جديد كليا في الموسم الاول بلاس. مثل ما قلنا الموسم الاول اللي تلعبه وراح يكون الموسم الاول اللي تستكشف فيه الخريطه, تشيل الضباب, تطور قلعتك, من هاي الكلام هاي الموسم الاول. بعدين يبدي البلاس, نظام الايفونات سابقا طبعا, ينزل 5 بعدين 5S بعدين 6 بعدين 6S وبهي الطريقه. فحاليا الموسم الاول, موسم الاول بلاس باسم النجوم المجدده, راح يكون الموسم الاول بلاس باسم النجوم المجدده. مخطط خريطه جديد, تم تغيير الروابط بين المناطق الماضي, اضفي بعدا استراتيجيا جديده على طريقه لعب التحالفات. سيتمكن الابطال من الحصول على نقاط خبره من خلال معارك لاعب ضد لاعب. فحاليا لما تلعب لاعب ضد لاعب تقدر ترفع الاكس بي مال القاده او الاكس بي مال الابطال. انا قاعد اتكلم بسرعه لاني مستعجل لازم اطلع وما اقدر اسجل هاي المقطع بعدين. حاليا لما تلعب 1v1 تحارب مثلا بطل ثاني في المعركه راح يزيد عندك الاكس بي بنسبه معينه, مو محددينها بالضبط كم راح تكون. سيتم تمكين هذه الميزه مع تقدم صخره المتنبئين, طبعا في البدايه ما راح تكون موجوده. مع تقدمك في اللعبه راح تكون ساريه المفعول, بمجرد وصول الابطال الى مستوى 50 يمكنهم فقط الوصول الى مستوى 60 من خلال هذه الطريقه او من خلال تجميع اذا كانوا يملكون موهبات الصله. يعني يتكلمون ان القاده خاصه اللي قاعد تشتغل عليهم لما يوصلون ليفل 50 تقدر ارتفاعهم من 50 ل 60 عن طريق الحرب في الميدان. لما تحارب في الميدان يرتفع ليفل مالهم او لما تجمع الحقول. بس لما يكونون تحت ال 50, يعني مثلا لو قلنا مثلا اي قائد ثاني تحارب فيه ما راح يرتفع الليفل عنده او الاكس بي عنده الا لما يوصل 50 واعلى. اللي بعده, تم تغيير الطريقه التي يكسب بها الابطال نقاط الخبره عند تجميع مع موهبه نعمه الارض. اوكي, هاي الموهبه اللي هي موجوده اللي هي هاي المسار يسمونه نعمه الارض, وبالتحليل هاي يقول لك قبل عندما ينتهي الفيلق من تنقيب على الموارد يتلقى الابطال نقاط خبره تعادل اللي هو 1.0 0.4 بعدين 8 1.2 1.6 2.0. اوكي, بحد اقصى هاي الموارد. عندما ينتهي الفيلق من تجميع الموارد وهي الكلام نفس الشيء, شو تستهبلون, نفس الارقام نفس كل شيء حطوا فاصله, يعني نحن حددنا وحطينا فاصله. او يمكن يكون الارقام خطا, انا غير اللغه, غيرت اللغه نفس الشيء وقاعد يستهبلون. النقطه اللي بعدها اللي تكلمنا عنها في المقطع اللي فات عن الصور, او المقطع اللي راح ينزل بعدين, ما ادري الصراحه اذا راح ينزل بعدين او قبل او عقب, اللي هو هاي الصوره اللي تكلمنا عنها. ما ادري الصراحه وين وصلت لان جاني اتصال. طريقه لعب جديد عبر القرى, شن غاره على القرى التي يملكها تحالفك لاكتساب العديد من عناصر القوه المؤثره. فهي النقطه اللي كنت اسال السؤال, اذا كانت على اراضي التحالف او اذا كانت مثلا في مكان, بس حاليا تكلموا انه راح لازم تكون هاي القرى في اراضي التحالف مالك. رقم 2, تحديات وفرص جديده, تتاح لك نقاط الموارد وحصون الارواح المظلمه ذات المستوى الاعلى حتى تشن غاره عليها. تحديات وفرص تتاح لك, اي رقم 2 ما ادري الصراحه استهبال شويه. رقم 3, طريق جديد للتطوير, شنو راح يصير في الموسم الاول بلاس؟ يمكن ان يصل الابطال الملحميين الى 5 نقاط الى 5 نجوم, بينما يصل الابطال الاسطوريين الى 6 نجوم, وتمكنك من عناصر التقويه المؤثره الجديده. هي تكلمنا عنها انه, وهي النقطه تكلمنا عنها في المقطع اللي فات قبل, ان القاده راح يكون عندك 6 نجوم, بس حاليا وضحوها اكثر ان القاده الملحميين راح يكونون 5 نجوم والقادة الاسطوريين راح يكونون 6 نجوم. فلما تزيد عندك النجوم طبيعة الحال راح يزيد عندك القوة مال البطل. شلون راح يضيفون النجوم وشلون راح يستفيد لما يضيفون النجوم؟ هل راح يصير مثلا 6 المهارات راح يصير فيهم شغلة؟ لانه مو معقول ان نرفع النجوم بدون اي فائدة.
فأتوقع أن راح يكون فيها شغلة دي. سيتمكن الأبطال من اكتساب الخبرة من خلال معركة اللعب ضد اللاعب، حيث يتمكن الخبرة مكتسب من... أوكي هي تكلمنا عنها تقريبا نفس اللي فوق. تم إضافة علامات الموسم الأبطال على انتهاء الموسم الأول، ستعرض علامات الأبطال الموسم الذي ينتمون إليه. الصراحة ما أقدر يعني أقول من عندي، بس أتوقع أن راح يكون من هاي الكلام هني اللي قريبا، ما أدري الصراحة شو وضع عليه، يعني راح يفتحونهم بعدين. في القسم الرابع من هاي التحديث تجربة استكشاف أكثر حيوية. في الموسم الأول بلاس تم تبديد كل المنطقة الضبابية الموجودة على الخريطة تماريس، ولن تحتاج إلى نشر استكشافة لتبديد المنطقة الضبابية بعد الآن. فالخلاصة ما راح يكون عندي ضباب في الخريطة. النقطة اللي بعدها، يقدم الموسم الأول بلاس طريقة لعب جديدة تتمحور حول احتلال القرى، فبدلا من زيارة القرى لفتح المستوى السردي، ستتمكن من رؤية كل المحتوى السردي متعلق بالقرى في كل قسم الحكايات اللي تكلمنا عنه أو ما تكلمنا عنه الصراحة. هو المفروض يكون هني تحت هاي الخيار هني، وفي خيار ثاني بس حن ما أدري الصراحة وين، أبغى أدوره. رقم 2، يمكن الآن رؤية التغييرات الأسبوعية الجارية على مزايا أعضاء التحالف من تصنيفات المزايا الشخصية، مثلا واحد رفعه، واحد نزله، واحد عطوه لقب، واحد شاله منه اللقب، راح يكون مبين عندك حاليا. يمكن الآن إدارة الأعضاء مباشرة عبر تصنيفات التحالف، هاي تبع التحالف. تم تحسين عرض الإغارات النفوية على العملاق، يمكن الآن معرفة كيفية الحصول على إطار الصورة الرمزية للعملاق عبر شاشة ضيف صيد العمالقة والإغارة النخبوية. خلينا نقول رقم 4 هي الشيء التفصيلي أو الشيء التعريفي أكثر. رقم 5، تجربة قتالية أكثر ثراء. تم إضافة بطلين أسطوريين، هي اللي تكلمنا عنهم، راح أراويكم الصورة مالتهم اللي هو هاي الصورتين اللي تكلمنا عنهم. ما أدري هاي المقطع راح ينزل قبل أو راح ينزل بعدين بالنسبة حق هاي المقطع، لأن في مقطعين راح ينزلون في نفس الوقت. إذا نزل هاي قبل فانطروا المقطع اللي فات، وإذا نزل هاي بعد شوفوا المقطع اللي نزل. تم إضافة قطعة ثرية أسطورية جديدة، تم إضافة قطعتين أسطوريتين جديدتين اللي هو هاي القطعتين، هاي القطعتين. رقم 3، مواهب إعادة التوازن في الحشد، حماية الحامية، يعني ضبطوا اللي هو بعض الإعدادات في الحشود. أنا آسف راح أسوي لهم سكيب دلين. رقم 4، تم إصلاح مشكلات متمثلة في أنه سيتم حظر الفيلق أثناء السير. لقد تم توحيد قواعد السير أثناء المعركة على النحو التالي. شنو سووا؟ تم تعديل عرض حالة المعركة، فمجرد أن يدخل فيلقك إلى معركة مع فيلق آخر سيظهر اسم فيلقك باللون الأحمر ويصبح مرئيا لجميع النبلاء اللي هو اللاعبين من غير الأصدقاء. تم تغيير قواعد اعتراض الفيلق، تعترض الفيلق ذات الأسماء الظاهرة باللون الأحمر سير كل فيلق غير الحليفة تلقائيا وتدخل في معركة معها لحظة الاعتراض. تم إضافة اصطدام بين الفالق. هاي للأمانة ممكن أنزعنا بعدين مقطع وأتكلم عنه بشكل تفصيلي أكثر. رقم 6، تم إجراء تحسينات أخرى. 1، يتمكن اللاعبون الجدد من تغيير خادم عبر شاشة تحليل الفيصل عبر إنشاء شخصية ما يمكنهم اختيار الخادم واللعب مع أصدقائه بكل سهولة أكبر. حاليا ممكن راح تقدر تغير اللي هو خلينا نقول الهجرة، تم إضافة الهجرة بشكل خاص إذا كان هي واضح. رقم 2، يمكن الآن تزيين مدينتك بموضوعات المدينة، حيث يتم فتح موضوعات المدينة عندما يصبح مستوى مدينة 5. إضافة على المدينة يعني إن أضافوا بعض الأشياء التزيينية حق المدينة لما يوصل ليفل قاعة المدينة أو قاعة النظام ليفل 5. تم استبدال الشفاء المجاني بالإكسير، وذلك لتمكينك من الشفاء بسرعة أكبر. يمكن زيادة سرعة الشفاء الإكسير عن طريق ترقية مباني المستشفى وسن الأساسيات. هاي راح نجربها إن شاء الله لما ينزل، وبعدين راح نحكم عليها، مع أن يعني فيها كلام نقاط القيادة فعلا مو راح نجربه بعدين، ما أقدر أحكم عليه حاليا، لازم نجربه. يؤدي استخدام الإكسير إلى شفاء وحدات مصابة على الفور دون تكلفة الموارد، هاي ممتازة. تم استبدال تسريع الشفاء المجاني بسرعة إنتاج الإكسير. هناك حد أقصى لتخزين الإكسير، لذلك أتأكد من التخطيط مسبقا حتى تعرف مدى، يعني أشوف أنه يعني في نقطتين أشوف أنها ممتازة. تم إضافة قسم البرامج التعليمي على شاشة الحكايات، مما يمكنك من الوصول إلى محتوى التعليم المفتوح مسبقا. تم تحسين رسائل التذكير لاستخدام التسريع الزائد عندما يتجاوز سرعتك. كافتراض أنا لما أرفع ليفل مال هاي المبنى واستخدم مثلا، هو 7 ساعات، استخدم مثلا 10 ساعات، راح يقول لك إنه باقي ساعتين ضيع منك، فيعني وتكلموا إنه راح يكون في مؤقت إنه يمنعك من تشغيل هذا العنصر تلقائيا. رقم 6، تم إضافة تعليقات توضيحية لبعض مفاهيم اللعبة الرئيسية، ما يقدم تفسيرات أكثر لهي أشياء توضيحية. رقم 7، تم إضافة زر إصلاح إلى شاشة التحميل، ما يمكنك من حل المشكلات التي قد تمنعك من تحميل اللعبة. إذا كان عندك أي مشكلة تقدر تدخل وتكلمهم. تم إضافة رابط صفحة اليوتيوب للغات المعينة، عربي انجليزي وغيره. تم إضافة خيار إزاحة حدود واجهة المستخدم، ما يمكنك بتخطيط المسافة بين واجهة المستخدم وحدود الشاشة، تعدل له الاتزان. تم إصلاح مشكلة قطع الأثرية نص السولان، وأصبح المهارة قسم السيف الآن كما إلحاق الضرر إلى 2 فيلق عدو، وأخر كان سابقا تلحق ضرر ب5 من فيلق عدو لوصف المهارة بشكل أكبر. عندي إياه على هاي القائد أتوقع هاي، لأن حاليا ضرب مكتوب 2 إلحاق ضرر بما يصل 2 من فيلق العدو، وأخر كان سابقا تلحق ضرر بما يصل 5 أعداء.
حسافه والله قللوا. القسم السابع من هي التحديث اصدارات كمبيوتر الشخصيه، تم تحسين الرسومات واضافه اعدادات جديده لها على الكمبيوتر، تقلل الجوده تقلل ترفع من هي الكلام. فهي التحديث بشكل عام، اسف ان انا اختصرتها بكثر ما اقدر لان مضطر ان انا اقوم وما راح اقدر اصور مقطع خلال يمكن يومين جايين، اضطرت ان انا اختصر كثر ما اقدر. اشوفكم ان شاء الله مقاطع ثانيه ومع السلامه.